مشاهدي الآن ننتقل للفقرة الثانية والتي تتحدث عن يعني ملتقى التطوع الأول في المملكة العربية السعودية التي تنظمه وزارة التعليم فطن إن شاء الله لنحو جيل فطن. فطن يأتي البرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات فطن لتعزيز جهود الدولة في حماية الشباب من المؤثرات السلبية والمهددات بأنواعها من خلال تطبيق أفضل الأساليب والإجراءات التي توصلت إليها الدراسات الحديثة على مستوى العالم. رسالة البرنامج: وقاية المجتمع التعليمي طلابا ومعلمين وبيئة تعليمية من المهددات الفكرية الاجتماعية الصحية الثقافية الأمنية الدينية الوطنية ممتدين بخدماتنا إلى الأسرة. الأهداف العامة لفطن: التدريب، بناء برامج تدريبية متخصصة في تنمية المهارات السلوكية والفكرية الإيجابية بمحتوى تدريب متطور ومدربون محترفون. التثقيف، إمداد المجتمع بمواد ثقافية متنوعة لتنمية الفكر والسلوك. المشاركة المجتمعية، المشاركة الفعلية من قطاعات المجتمع وكافة أفراده ومؤسساته. الاستشارات، إقامة مراكز استشارات للوقاية من الانحرافات الفكرية والسلوكية بخبراء مختصين ومؤهلين. قيم فطن: الجودة، الانتماء، العمل بروح الفريق، التحفيز، المبادرة. أهم المشاكل التي يسعى فطن لحلها: غياب الهوية، نقص المهارات الاجتماعية والشخصية، المهددات الأمنية، الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية، الدينية، الفكرية، تشتت الجهود. فطن، نسعى لأن تكون فطناً. حياكم الله مشاهدينا من جديد. اليوم إن شاء الله برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يرعى اليوم ملتقى فطن الذي تنظمه وزارة التعليم هذا الملتقى والمؤتمر الذي يتحدث عن مبادرة أو مبادرة التطوع وهي الأولى في المملكة. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو سعادة المهندس بشر النهدي مدير عام مركز التدريب المؤسسة العامة لتحلية المياه. أهلا ومرحبا بك سعادة المهندس. حياك الله أخوي فيصل وسعيد بالمشاركة معكم، حيا الله السادة المشاهدين. حياك الله. بداية نتحدث عن رعاية سمو ولي العهد اليوم لهذه المناسبة. حقيقة لا شك رعاية سمو ولي العهد تدل على اهتمام هذه الدولة وقادة هذه الدولة ولاة الأمر في هذا البلد الكريم على العمل التطوعي وأهمية العمل التطوعي وتشجيع الجيل الشباب، هذا الجيل الذي ينشأ من خلال وزارة التعليم، من خلال المدارس، من خلال الجامعات والكليات. هذا دعم لا شك ويعكس اهتمام قادة البلد بهذا العمل التطوعي وتشجيع الشباب على هذا المبادرة. نعم، أهمية العمل التطوعي سعادة المهندس بالنسبة للمجتمع وكيف يكون مدى تأثيره على المجتمع؟ حقيقة لا شك أن العمل التطوعي من أجل الأعمال وهو نابع من قيم هذا الدين الحنيف. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الحديث الصحيح أحب الأعمال إلى الله عز وجل أو أحب العمل أن تخدم أخاك المسلم كما قال النبي أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أحب العمل عمل تخدم به أخيك المسلم. من خلال هذا العمل التطوعي، من خلال المبادرات التطوعية، لا شك أنها تخدم المجتمع، تخدم أفراد المجتمع، تساهم في نمو المجتمع. لأن كما هو معلوم في الآن أن القطاع الثالث الذي هو القطاع التطوعي والقطاع الخيري هو من القطاعات التي تساهم في نمو أي مجتمع. هناك القطاع العام، القطاع الحكومي، وهناك القطاع الثاني، القطاع الخاص، هناك القطاع الخيري أو القطاع التطوعي ويسمى القطاع الثالث. كلما كانت المجتمعات تهتم بهذا القطاع لا شك أن يساهم في نمو المجتمع ويصبح جميع أفراد المجتمع تساهم في نمو هذا البلد أو هذا الوطن وهذا المجتمع.
نعم، في الآونة الأخيرة يعني كثرت الفرق التطوعية، كل مجموعة مثلا مجموعة شباب مثلا مع بعض قال بنسوي فريق تطوعي. نعم. هناك مبادئ، هناك أيضا إجراءات معينة، هناك أيضا شروط لابد توفرها في هذا أو في هذا التنظيم التطوعي. لا شك، وحقيقة زيادة مثل هذه الفرق هذا بادرة وظاهرة صحية في أي مجتمع. كلما كثر حرص أفراد المجتمع على التطوع وعلى إنشاء الفرق التطوعية، هذا يدل ونلمس من خلاله أن هذا المجتمع لا شك فيه اهتمام كبير بهذه المبادرة. لكن يبقى أن هناك ضوابط لابد من مراعاتها حتى تحقق هذه الفرق الهدف المنشود الذي من أجله أنشأت مثل هذه الفرق. هناك التخصص، عندما يكون هناك تخصص لكل فريق تطوعي لا شك أنه مهم، لا يكون فريق تطوعي عمله تطوعي عام أنه يكون هناك تخصص. كذلك لابد أن يكون هذا الفريق التطوعي فريق متجانس، المقصود التجانس على هدف واحد ومتفقين على تحقيق هذا الهدف. لا شك أن الأمر الأهم هو حقيقة أن يكون هذا الفريق كذلك نابع من حاجة للمجتمع. العمل التطوعي هذا يكون عمل نابع من حاجة لهذا المجتمع، تساهم في سد احتياج معين في المجتمع، تساهم في رقي هذا المجتمع. والأهم من هذا كله حقيقة أن يكون منطلق من الضوابط الشرعية التي حث عليه ديننا، أن لا شك أن التطوع هو مما أمر به الدين الحنيف. نعم، سعادة المهندس، ماذا يعني العمل التطوعي برأي المهتمين ومن يمارس العمل التطوعي؟ العمل التطوعي هو حقيقة تحقيق للذات. أنت أي فرد عندما يعمل عمل تطوعي لا يحتسب فيه سوى الأجر من الله عز وجل، هو لا شك يرضي ذاته، يرتقي بنفسيته ويرتقي بهذه النفس إلى أفاق عالي جدا، بحيث أنه يصبح يساهم في تقديم خدمة لا ينتظر منها جزاء ولا شكورا إلا أجر من الله عز وجل، تصب في رضا النفس، تصب في نمو هذا المجتمع. لذلك حقيقة كان من المهم والجدير بقيادات الجهات سواء الحكومية أو الخاصة أن تهتم بهذا الأمر. نحن لدينا مبادرة في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من خلال مركز التدريب، أصبحنا نضع مادة ضرورية وأساسية لأي متدرب يلتحق بالمؤسسة العامة، هي مادة العمل التطوعي. من خلاله ننشر ثقافة العمل، نجعل هذا المتدرب سواء يعني فني أو مشغل أنه يقدم مشروع تطوعي يساهم في خدمة المجتمع. كلما كانت هذه المبادرات منتشرة لا شك أنه يساهم في نمو المجتمع، يساهم في نمو هذه الظاهرة الصحية التي ينبغي علينا جميعا أن نتساعد حتى ننشرها كثقافة في هذا المجتمع. نعم، عندما تتبنى وزارة التعليم مثل هذا المشروع وبرعاية كريمة من سمو ولي العهد، لا شك أنه يدل على أهمية العمل التطوعي. يعني اختيار وزارة التعليم كيعني مسؤولة ومنظمة لهذا الملتقى. هو حقيقة وزارة التعليم هي الوزارة التي تنشئ الأجيال. كلما اعتنت وزارة التعليم بمثل هذه المبادرة رسخت هذه المبادرة في أنفس أبنائنا الطلاب، لا شك أنها أصبحت ظاهرة تنتشر في قطاع عريض، لأن الطالب عندما ينقل هذه الثقافة ينقلها إلى أسرة، ينقلها إلى بيت، ينقلها إلى جيران، ينقلها إلى مجتمع، ينقلها إلى زملاء، تصبح انتشار هذه المبادرة، تصبح انتشار هذه الثقافة على قطاع عريض في المجتمع. فلا شك أن تبني وزارة التعليم تبني موفق ودعم حقيقة، كذلك شراكة مع وزارة الداخلية ورعاية كريمة من سمو ولي العهد لا شك يدل على اهتمام كبير في هذا الجانب، وهذا مما بإذن الله سيساعد على انتشار ثقافة العمل التطوعي. والحمد لله هي الثقافة موجودة لكن تحتاج إلى تنظيم وتحتاج إلى نشر ثقافة بحيث يكون عمل مرتب ومنظم. نعم، أيضا لما نتكلم عن فطن بالتحديد في محاور معينة اتخذتها يعني وزارة التعليم في طرح هذه المبادرة، محاور اجتماعية ويعني العديد من هذه المحاور. لا شك في ذلك، لعل يمكن البعض المشاهدين قرأ خلال الفترة الماضية التحضيرات لملتقى فطن، محاور ملتقى فطن. الملتقى ليس فقط ملتقى يعني يجتمع فيه مختصين، إنما هو مجتمع حقيقي أو هو مجمع كبير
فيه ورش عمل كثيرة، فيه دورات تدريبية، فيه اتجاهات معينة بحيث تلبي رغبات كل طالب أو طالبة، تلبي اهتمام الطالب وتلبي اهتمام، تلبي رغبات، تلبي ميول كل طالب في هذا الجانب. هناك من يهتم بالعمل التطوعي في مجال معين، وهناك من يتبنى العمل التطوعي في مجال آخر. من خلال ورش العمل، من خلال المحاور التي ستكون على مدار 3 أيام ابتداء من هذا اليوم وانتهاء بإذن الله بعد الغد، ستكون هناك محاور عديدة بحيث تلبي رغبات واهتمامات وميول الطلاب بمختلف مناحيها. هذا يدل على أن وزارة التعليم خطت خطوة إيجابية نحو تعميم وتعزيز ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع. طيب سعادة المهندس، رسالتكم الأخيرة في ما يتضمن العمل التطوعي. رسالتنا هي انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس، كلما قدمت خير للناس وكلما ساهمت بالعمل التطوعي لخدمة هذا المجتمع كنت أنت من ضمن الخيرية التي حث أو أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنك تكون خير الناس. فليكن كل منا، كل فرد في هذا المجتمع يحقق هذه الغاية التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون من خير الناس ونكون أنفعهم للناس من خلال العمل التطوعي. نعم سعادة المهندس بشر النهدي، مدير عام مركز التدريب المؤسسة العامة لتحلية المياه، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.